بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر الله لنا هذا اليوم زيارة هذا المركز المبارك، مركز تكوين العلماء. وهذا المركز في حقيقته منارة من المنارات التي تفخر بها الأمة. عشنا سويعات في هذا المركز، خلطنا الطلبة، وفي حقيقة الأمر ليس هم طلبة إنما هم علماء، علماء ترمقهم الأمة بعينها، ترمق اليوم الذي يتولون فيه دفة التوجيه والتربية في هذه الأمة. هذا المركز المبارك لديه خطة طموحة، ولديه ضبط في النظام، ولديه عمق في التكوين العلمي أي الإعداد العلمي. وأنا أهيب بنفسي وبإخواني وبكل من سمع هذا الكلام أن يبادر بدعم هذا المركز بما يستطيع. فهذا المركز يضم نخبة من الطلاب من العالم الإسلامي، ليس فقط من موريتانيا إنما من دول مختلفة من المشرق ومن المغرب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعين القائمين عليه وأن يحفظ الطلاب وأن ينفع بهم، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوب إخوانهم المسلمين لدعم هذا المركز والوقوف معه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.